عائر من العراق، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم أهلا وسهلا يا مرحبا، تفضل. طيب الله أنفاسكم إن شاء الله. الله أنفاسك عزيزي. سمعت السيد، طبعا هناك نفس في بعض المجتمعات وخاصة في الوسط الشيعي مع الأسف في الآونة الأخيرة يحاول يقلل من أهمية كتاب الكافي الشريف، متأثرين أما بالإعلام الأموي أو الإعلام الناصب الآخر، بحيث أنهم بعضهم حتى يحاول أن يهون من هذا الكتاب بأنه من هو محمد بن يعقوب الكليني، أو أنه روى كذا رواية فيها من الغلو أو بها كذا من التي لا تتحملها عقولهم، كما شنوا هجمة طبعا ونجحت في بعض الأوساط الشيعية على بحار الأنوار والعلامة المجلسي، الآن يحاولون أن يقللون من أهمية كتاب الكافي الشريف الذي تنطبق عليه بأنهم الرواة أحاديثنا، وأنه الراد عليهم كالراد على الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا عزيزنا ثائر، شكرا شكرا على الإطراء، الله يبارك بك إن شاء الله. تقريبا هو فعلا في الحقيقة يعني هذه الهجمة ليست هجمة سهلة، وإنما هي هجمة شرسة جدا. نعم، وأشرت في بدايات الحلقات إلى أن الكافي هو محور نظر، خليني بين قوسين ويسمح لي المشاهد أو حتى الطرف الآخر، خليني أعبر بهذا التعبير لأني مقتنع. نعم. أعداء مذهب أهل البيت عليهم السلام، لا أريد أن أعبر اهتم به الباحثون، وإنما اهتم به أعداء أهل البيت. نعم. ليش هذا التعبير؟ لأن الباحث، كلمة باحث أي أنه يبحث عن الحقيقة، صح، يريد أن يبحث عن الحقيقة. نعم. ولكن من خلال مطالعة الكتب التي كتبوها حول الكافي والمقالات والدراسات حول الكافي، لم يكن الهدف فيها الوصول إلى الحقيقة، وإنما الهدف فيها هو أنه إسقاط الكافي عن أي اعتبار بجميع رواياته. لماذا؟ لأنه يكفي أن يكون الكليني قد جاء برواية هنا أو رواية هناك تخالف ما عليه الشيعة بشكل عام، أو لا، مثل ما تفضل الأخ المتصل أنها لا تتحملها عقولهم، أو لا يعرفون مبانين العلمية التي تنسجم مع روايات أهل البيت عليهم السلام، فقاموا بحملة شعواء على الكافي بغية إسقاط الكافي. لشيء، لأن الكافي كافي لشيعتنا كما قال، ويعتبر أصح الكتب ويعتبر أضبط الكتب وأشمل الكتب، إذن فالشيعة تعتمد على هذا الكتاب. فإذا بتعبير الأخوة العراقيين، إذا فلشنا هذا الكتاب، فلشنا.